السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة على قناتكم قناة عبد الرحيم ألوكا. إن شاء الله في هذه الحلقة إخواني مشاهدينا سنتعلم خدعة بسيطة لطالما صراحة لطالما ظننت أن هذا لا يمكن، أن هذا يعني لا يمكن أن تطبق هذه الخدعة، لكن عندما بحثت كثيرا كثيرا وجدت أنها يعني بسيطة جدا، وبسطرين فقط من الجافا سكريبت نستطيع فعل شيء رهيب. هذا الشيء إخواني مشاهدينا لطالما يعني لطالما حلمنا به ولطالما أردنا تحقيقه، لكن يعني ظننا في عقولنا أو يعني كانت لدينا أفكار مسبقة عن هذا الشيء. هو إخواني مشاهدينا أننا عندما لا تكون لدينا يعني لا تكون لدينا انترنت او فقط نرى فيديوهات على اليوتيوب، مثلا اذا كتبنا جوجل كما ترون لا توجد كونكشن، يعني لا توجد انترنت، ونرى بعض الفيديوهات انه فقط يعني يلعب هكذا كما ترون، وكما ترون يخسر، ومباشرة بعدها يرونك يعني أنه يعني ربح هذا الجيم أو يعني هكر هذه اللعبة إخواني المشاهدين، لكن هذا كذب إخواني المشاهدين، وبسطرين فقط نستطيع فعل نفس الشيء إخواني المشاهدين كما ترون. هو الآن يعني نحن نربح الآن، لكن كما ترون سنخسر الآن. لكن ما هو هذا الحل وكيف نستطيع تهكير هذه اللعبة؟ هذا الذي سنراه إخواني المشاهدين. ولكن قبل كل شيء إخواني المشاهدين لا تنسوا الدخول إلى القناة وأن تترقبوا هذه الفيديوهات، فيديوهات جميلة جدا. هنا كما ترون أحد المشاريع، كما ترون إخواني المشاهدين أحد الفيديوهات التي يعني فيديو رائع جدا، قمنا بالدخول إلى الفيسبوك بتقريبا 5 أسطر من بايثون إخواني المشاهدين، الدخول إلى الفيسبوك ب5 أسطر إخواني المشاهدين، فقط تعطيه اليوزر نيم وتعطيه الباسورد ويدخل ب5 أسطر إخواني المشاهدين. إن شاء الله في فيديوهات جديدة سنتحدث عن هذه الأشياء. هنا مشاكل برنامجية مشاكل برمجية، لما تواجه مشاكل برمجية مثلا في تحميل الباكيجز في البايثون. هنا هذه الدورة التي يعني بدأنا فيها، وكما ترون هذه دورة البايثون، وهنا تعلم البرمجة عامة. والآن نذهب إلى الموضوع. إذا إخواني مشاهدينا كما ترون أنا ليست لدي انترنت، ولكن يعني كثير من الناس لا يعرفوا أنه يمكن أن تلعب هذه اللعبة بالانترنت أيضا. ندخل إلى الانترنت وسنريكم الطريقة. أنا أيضا كنت يعني كنت أظن أنني لا يمكن أن تلعب هذه اللعبة إلا إن لم تكن لديك انترنت، لكن إخواني المشاهدين تستطيع أن تلعب. فقط تكتب كروم هكذا إخواني المشاهدين نقطتان سلاش سلاش ونكتب دينو كما ترون، نضغط على انتر وسيعطينا مباشرة اللعبة. هذه هي اللعبة إخواني المشاهدين، لعبة الدينو. الآن نقوم بعدم الاتصال مرة أخرى بالإنترنت، يعني الخروج من الإنترنت لكي لا تقول لا يوجد هناك طريقة يعني لأنك متصل بالإنترنت أو شيء من هذا القبيل. سنقوم الآن ديسكونكت. طيب هذا الكود فقط إخواني مشاهدينا في سطرين، يعني سطرين يمكن لك أن تلعب هذه اللعبة إلى ما لا نهاية وتحطم هذا السكور. طيب ماذا سنفعل إخواني مشاهدينا؟ هو أننا كما ترون هذه هي اللعبة، كما ترون أننا الآن سنخسر، كما ترون لا يوجد أي شيء. ماذا سنفعل؟ فقط سنضغط على فأر أو سنضغط على رايت كليك وسنذهب إلى إنسبكت كما ترون إخواني المشاهدين. الناس الذين يعني يبرمجون بال HTML سيعرفون هذه الطريقة، وأيضا الجافا سكريبت في هذا الكونسول. نذهب إلى الكونسول كما ترون إخواني المشاهدين، هذا هو الكونسول في هذا المكان الذي يعني نفعل فيه يعني تيستات في الجافا سكريبت. طيب ماذا سنفعل الآن؟ سنكتب هذا الكود البرمجي الرائع والجميل جدا إخواني المشاهدين. نكتب run وستجدون الكود إخواني المشاهدين، هذا الكود البرمجي ستجدونه في الديسكريبشن.
سنكتب runner، فقط نكتب rn وسيعطينا runner dot instance، نكتب وسيعطينا instance كما ترون إخواني مشاهدينا، هذه هي underscore، فقط نكتب inst وسيعطينا التتمة underscore dot game over. game over يساوي، ونفتح قوسين، نفتح القوس ونغلق القوس، يساوي أكبر من ومعقوفة كما ترون إخواني مشاهدينا. هذا هو الكود البرمجي، ونضغط على أنتر إخواني مشاهدينا، وستشاهدون هذا السحر وفي سطرين إخواني مش أو في سطر إخواني مشاهدينا. طيب نشرح الآن هذا الكود. هذا الكود إخواني مشاهدينا يعني أننا ننشئ دالة فارغة في الجافا سكريبت. فهذا الكود إخوان، هذا الكود إخواني مشاهدينا يوجد في الجافا سكريبت، فهو كود برمجي في الجافا سكريبت للناس الذين يبرمجون الجافا سكريبت، يعني أنه دالة فارغة. طيب قم بإغلاقه إخواني مشاهدينا، وسنشاهد هذا الانبهار إخواني مشاهدينا، ونقوم الآن بلعب هذه اللعبة. كما ترون إخواني مشاهدينا يعني أفلحنا في تهكير هذه اللعبة، ومن الآن فصاعدا إذا قال لكم شخص لا يمكن تهكير هذه اللعبة، لا هذه اللعبة من جوجل أو أي شيء من هذا القبيل، قول له لا يا صديقي لا يمكن تهكير هذه اللعبة بسطر برمجي فقط في الجافا سكريبت. إذا إخواني مشاهدينا كان معكم أخوكم عبد الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.